بدأ الاستعداد في الشارع المصري لاستقبال الانتخابات البرلمانية التي ستجرى على مرحلتين، تبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وتنتهي في الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل. فانتشرت اللوحات الدعائية في كل الشوارع، وبدأ تجهيز اللجان الانتخابية لعملية الاقتراع لتبدأ مرحلة طباعة وإرسال بطاقات التصويت للمصريين في الخارج في مقار البعث الدبلوماسية لمدة يومي 19 و20 من أكتوبر. انتخابات يعني الدولة مهتمية بها اهتماما كبيرا من ناحية طبعا الاستعدادات وإشراف القضاء الإشراف الكامل ومن العملية الانتخابية من الألف إلى الياء. وإحنا طبعا نعلم أن الانتخابات ستنتهي في ديسمبر، في 23 ديسمبر القادم حتكون العملية الانتخابية بكل مراحلها. يرى كثيرون صعوبة سير العملية الانتخابية في ظل وجود فيروس كورونا، الأمر الذي يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي داخل وخارج اللجان في وقت تأتي فيه تلك الانتخابات في ظل تعديلات في قانون جديد زاد من نسبة مشاركة القوائم، بحيث أصبحت تشمل نصف المقاعد، كما تختلف عن سابقتها في اتساع دوائر المرشحين الفرديين، بالإضافة إلى زيادة نسبة تواجد المرأة والشباب والمسيحيين بجانب التحالفات الانتخابية التي جمعت بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة في ثاني تجربة انتخابية بعد مجلس الشيوخ. هي نفس الدولة أو الحكومة اللي أجرت عديد من الانتخابات وتمت بشكل جيد من ناحية التنظيم، من ناحية الترتيبات، وخاصة ان احنا طبعا في ظل جائحة كورونا بالتأكيد هيبقى فيه تأكيد على فكرة المسائل الاحترازية بالنسبة للجائحة والعدوى، واللي هي بتبدأ من الالتزام بالكمامة وتنتهي بالتباعد الاجتماعي. ويرى مراقبون أن تلك الانتخابات تتطلب جهدا كبيرا من المرشح الفردي نظرا لاتساع الدوائر، والذي يتطلب تكثيف الدعاية للوصول إلى ناخبين غير معروف لهم نظرا لعدم وجود العلاقة المباشرة التي كانت سائدة في السابق بين الناخب والمرشح. الشارع المصري يتزين لاستقبال الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تهيئة اللجان والشوارع ووضع خطة تأمينية خلال أيام الاقتراع. من القاهرة سحر جمال، اليوم.